وإلى ضربات الحظ، والكثير منهم من عانى من حظه. راح نشوف احنا وياكم احد المواطنين الفائزين بجائزة اللوتو العراقية الخيرية، مقدارها تقريبا مليار و141 مليون دينار عراقي. قدمت هذه الجائزة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشخص وزيرها السيد أحمد الأسدي. ألف مبروك للمواطن خالد كاظم رمام الذي فاز بالجائزة، ويانا عدد من المنشورات اللي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي. نتابعنا وياكم سويا. وزير العمل يسلم مواطن عراقي أكثر من مليار دينار، قد فاز بها ضمن يا نصيب خيري